الشعب المصري اتعرف انه بيفتي. طب ويا ترى بعد ما مرينا بالمراحل دي كلها والاحداث السياسيه دي كلها، يا ترى لسه بنفتي؟ لو سمحت حضرتك هتنتخب في انتخابات مجلس الشعب؟ لا. طب بالنسبه لانتخابات مجلس النواب حضرتك هتنتخب؟ مجلس النواب ان شاء الله هنتخب. انتخبت في مجلس الشعب؟ لا والله لسه. طب هتنتخب في مجلس النواب؟ بإذن الله. طب حضرتك انتخبت في مجلس الشعب؟ لا. طب مجلس النواب هتروحي؟ لا برضو. حضرتك انتخبت في انتخابات مجلس الشعب؟ انهي اللي هي فاتت؟ طب ممكن حضرتك تنتخبي في انتخابات مجلس النواب؟ ان شاء الله. هتنتخبي برضو؟ تنتخب في مجلس الشعب؟ ان شاء الله. طب ومجلس النواب؟ انه برضو ان شاء الله. برضو النواب. تنتخب في مجلس الشعب؟ ان شاء الله. طب ومجلس النواب؟ ان شاء الله برضو. والبرلمان؟ نعم. حضرتك انتخب؟ لسه ان شاء الله، في المرحله الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك هتروح بكره بقى ولا بعد بكره؟ ان شاء الله ممكن بكره او بعد بكره، يعني اشوف ظروف الشغل، بس لازم انتخب ان شاء الله. يعني تنتخب في مجلس الشعب؟ لا. طب مجلس النواب؟ لا برضه. ولا برلمان؟ ولا برلمان. تنتخب في مجلس الشعب؟ ان شاء الله. هو تنتخب في مجلس النواب؟ ان شاء الله برضه. هتنتخب في مجلس الشعب؟ ده لازم اكيد كلنا ننزل عشان خاطر. طب وبالنسبه لمجلس النواب هتنزل بقى؟ اكيد طبعا لازم كلنا ننزل. هتحبي تروحي بكره ولا بعد بكره؟ على حسب ظروفي، يعني فاضيه امتى. بكره ولا بعد؟ لا بكره باذن الله. هترشح مين ان شاء الله؟ هو في اتنين مرشحين، انا هساعدك. في اتنين مرشحين، في احمد الحلواني وابراهيم متولي. انا سمعت عن ابراهيم متولي بس. طب انت تفضل تنتخب في مجلس الشعب ولا مجلس النواب؟ لا مجلس الشعب طبعا. مش جديد. رمز ايه احمد متولي؟ والله مش فاكر قوي تقريبا يعني. ماشي، كان رمز الهلال. حضرتك سمعت عن المرشح احمد الشنتاوي والقرموطي، حضرتك هتروح تختار مين فيهم؟ استاذ مين تاني في في احمد تفاحه اللي ماسك عندكم في الدايره. ما اعرفش، ما سمعتش عنه خالص. ولا ابراهيم ملواني؟ لا سمعت عنه شويه يعني. والله المرشحين في دماغي كتار بس لسه ما حددتش. اديني امثله. يعني زي اساعدك. ماشي يا ريت. عندك احمد فسيخه، احمد الشندويلي، ابراهيم القرموطي. الناس هم دول اكتر ثلاثة مرشحين يعني للاكتساح. ان شاء الله. هتاخد مين بقى منهم؟ والله هو محمد اللي هو حضرتك انت قلت عليه ده. اني واحد؟ هم ثلاثة. اللي هو اسمه ايه ده اللي انت قلت عليه؟ هم ثلاثة. اني واحد منهم؟ الاولاني ولا الثاني ولا اللي في النص؟ الاولاني ده. احمد فسيخه؟ رمز ايه بقى؟ والله انا ما شفتش رمزيه، بس انا اعرف ان الراجل كويس.